نعود إليكم مع الجزء الثاني من ألعاب سيارات مميزة. أهلاً في أبتكار. ونكمل مع اللعبة السادسة ترافيك ريسر. في حلقة أفضل ألعاب دراجات نارية استعرضنا لكم لعبة ترافيك رايدر، ونفس الشركة المطورة قامت بإصدار هذه اللعبة الشبيهة بها. الفرق الوحيد أنه تم استبدال الدراجة النارية بالسيارة، حيث يجب عليك أن تتجاوز كل العقبات التي ستواجهك في الطريق السريع المتمثلة في السيارات والشاحنات والحافلات، وهكذا سوف تحصد عدد كبير من النقاط التي تستطيع من خلالها ترقية سيارتك وشراء السيارات الجديدة. اللعبة تتميز أيضا بكونها تتيح لك اللعب على 5 بيئات مختلفة، بالإضافة إلى اختيار السيارة التي تريد من بين 35 سيارة مختلفة، وهي متاحة بالمجان على أندرويد وآي أو إس مع مشتريات بداخلها. سابعاً، هيل كلايمب ريسينج 2. لعبة شهيرة جداً في عالم ألعاب الهواتف، حيث حصدت أكثر من 100 مليون تحميل على سوق بلاي، وفي نفس الوقت واحدة من الألعاب المختلفة عن ألعاب السيارات الأخرى، لا من ناحية بيئات اللعب المتنوعة ولا حتى من نوع السيارات الفريدة من نوعها. عليك مسابقة خصومك وفي نفس الوقت الحفاظ على توازنك وتوازن سيارتك وعدم التأثر بأي من العقبات والمنحدرات التي ستواجهك في طريقك. اللعبة مجانية مع مشتريات بداخلها لكل من أندرويد وآي أو إس. ثامناً، Ultimate Car Driving Simulator. في هذه اللعبة ستقوم بمحاكاة سيارة في عالم مفتوح بشكل كامل. قم بسياقتها كيفما تريد أنت وبطريقتك الخاصة في مختلف بيئات اللعب. يمكنك أيضاً تخصيص سيارتك كيفما تريد من ناحية اللون والشكل وما إلى آخره، وبعد ذلك انطلق في عالمك المفتوح التي ادعت الشركة المطورة للعبة أنه تم تصميمه بطريقة مبتكرة لاختبار مهاراتك في قيادة السيارة وتقديم أفضل تجربة لعب. الجميل أيضاً أن حجم اللعبة لا يتجاوز 80 ميجا بايت، وهي مجانية على أندرويد وآي أو إس مع مشتريات بداخلها. تاسعاً، دكتور درايفينج 2. بعد نجاح النسخة الأولى من اللعبة والتي حصدت أرقام كبيرة وشعبية ضخمة، تم إصدار النسخة الثانية منها والتي أتت بتحسينات ملحوظة من ناحية الرسوميات التي تحسنت بشكل ملحوظ عن الإصدار السابق، وحتى من طريقة لعب اللعبة، حيث أصبحت حالياً تلعب بنظام المراحل، وفي كل مرحلة لديك مهمة عليك إنجازها مثل القيادة بسرعة معينة واحترام إشارات المرور وغير ذلك. ليس هذا فقط، بل أصبح بإمكانك أيضاً اللعب بشكل أونلاين مع أصدقائك. يمكنك تحميل اللعبة بشكل مجاني على أندرويد وآي أو إس مع مشتريات بداخلها. عاشراً وأخيراً، Flying Car 3D. في انتظار تطوير سيارات قادرة على الطيران، يمكنك محاكاة ذلك على هذه اللعبة، حيث تسمح لك بقيادة سيارة قادرة على الطيران، الشيء الذي سيمكنك من القيام بالعديد من الخدع والحيل الجوية بكل سلاسة وحرية داخل عالم مفتوح. لكن من حيث الجرافيك فهو ضعيف مقارنة مع الألعاب الشبيهة، لكن على العموم هو ليس بالأمر المزعج، يمكنك تجربة ذلك مجاناً على أندرويد. انتهينا من عرض الألعاب، الروابط تجدونها أسفل الفيديو. انتظرونا الأسبوع القادم مع حلقة جديدة. إلى اللقاء.